ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم يا شيخ ريان. السلام عليكم my brother. I hope that you are in a good health. I send you this video that kind of felt for you how to memorize Surah An-Naba in a perfect way. So inshallah right now this is your course for the month of October. I want you to focus more on this video. It's so important for you. Jazakallahu khairan. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ووساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا صدق الله العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله.